حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا الموقف مع مدركة ينطلق مع مدركة في مركز الوصابة ضيوف المركز الثالث الله الله العفريت 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 وشاغب المشاغب يدفع بالعفريت في المركز الثالث بلشة ومدركة العفريت على المركز الثالث يا سلام يا سلام هجن الشحانية تدرك مع مدركة الآن المركز الأول ولكن بلشة اسم على مسمى بلشة تصر على الانتصار تصر على المركز الأول بلشة مدركة مدركة وبلشة يا سلام يا سلام بلشة إذا تنتزع المركز الأول تحقق الناموس تنتزع النقطة الثمينة والسيارة لبلشة ولمالك بلشة الناموس تهانينا لهجن الشحانية وللقائمين عليها دائما في هذه الأشواط الرئيسية بينما هناك شباب شرد بناموس هذا الشوط شرد في هذا التألق والإبداع مع هذا الشعار المتميز شباب ما زال قائدا لزمام الأمور بدون أوامر وبدون تحريكات يتقدم ينفرد في المقدمة بينما هنا الليث غادم 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 الليث أيضا بشعار هجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فار المري ولكن تحرك شباب شباب والليث هجن الشحانية والذهبي يسيطر على المركز الأول والثاني منصف غادم وأيضا هناك غادم ختال على المركز الثالث ولكن شباب 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 واللحظات الأخيرة شباب شباب وسلام هجن الشحانية سلام على هذا الانتصار شباب يفوز بناموس هذا الشوط وينتزع السيارة ويحقق هذا الإنجاز ويهدي السلامات إلى عشاق ومحبي الشعار اللي دعم تهانينا لهجن الشحانية وتهاني للذهبي سالم بن فران المري على خلال تواجد هذه الثنائية من خلال انطلاقة جزلة ومتابعتها الراسية الله الحزام الأخضر وبنقول سلام الجزلة سلام سلام الشعار لدعم سلام شعار هجن الشحانية قدم لنا هذه الأسماء ومشكور يا الذهبي مشكور أيضا على هذا التقديم الرائع لهذه الأسماء المميزة نتابع جزلة هناك على الصدارة وحيدة تظفر بناموسي هذا الشوط وتنطلق بالبداية نهني هجن الشحانية من هذه اللحظات نتابع أيضا جزلة ولحظات وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس والانتصار نتابع أيضا لحظات الوصول تهانينا والناموس لهجن الشحانية ومشكور يا الذهبي مشكور يا بن فران سالم بن فران المري من تابع أيضا جزلة وقدمها في هذا الشوط ثاني المراكز نتابع الوصول من مساعيد وزان 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 مساعيد وزان الله يا سلام معركة معركة طاحنة مع وزان وزان يا وزان على المقدمة على الصدارة على الاندفاع الله على هذا التحدي وهذا التنافس الأخير مع 300 متر الأخيرة مساعيد على المركز الثاني ولكن وزان 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 الله يا وزان سلام هجن الشحانية سلام سلام والتحية والاحترام سلام على هذا الفوز على هذا الناموس سلام ومشكور يا ابو خالد مشكور يا محمد يا بن خالد يا العطية مشكور يا المشاغب مشكور تهانينا تهانينا الهجن الشحانية والتهنئة موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية على فوز وزان في هذا الشوط المركز الثاني وصل مسعيد جابر
الشر. بن سالم بن فران المري يقدم لنا رسالة نوف قادمة، وأيضا للطامة للطامة على ثاني الأسماء هجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري نوف قادمة وأيضا منثورة على رابع الأسماء رسالة على البداية رسالة هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فران المري يقدم لنا رسالة، وأيضا نوف تسللت إلى ثاني الأسماء هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري، ولكن رسالة رسالة مع الفوز مع الانتصار رسالة هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فران المري يقدم لنا رسالة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، ونهني الشبل جابر بن سالم بن فران المري على فوز رسالة، فتهانينا والناموس ثاني الأسماء. وصلت هنا نوف بشعار هجن الشحانية وثاني دارنا اللي مع النجمات تهتم.